أحمد بن نصر كان يفكر بقتله، كان يفكر بقتله، وكان محدثا، أي ومدحه أحمد وقال رحمه الله لقد جاد بنفسه، لقد إيش؟ لقد جاد بنفسه. إيه نعم، ويذكر أخبار مفصلة طويلة جدا في قرابة. لماذا جاد بنفسه؟ لأنه قام عليه وأراد أن يقتله، فهمت. وبعدين إيش صار؟ قتل، قتل، قتله المأمون، عمل حركة ووزع ناس في شمال، في دمشق، قسم في بغداد عفوا، قسمها لقسمين وصنع رايات ووضعها في آبار، ووقت وقت للقيام عليه ولقتل المأمون، ووشي عليه ووصل خبره إلى المأمون وقتل. فلما سئل عنه أحمد قال رحمه الله لقد جاد بنفسه، ما أجرأه، أو عبارة من أنا أقول رحمه الله يا أخي، بس هذا تصرف شخصي لا يمثل الفكر الجماعي بالنسبة لعلماء المسلمين. يعني هل أنت تظن أنه كان لا يمكن قتل المأمون لو كانت الفكرة الموجودة اليوم في من يسمون بجماعة التكفير والهجرة لو كانت هي المسيطرة على علماء المسلمين في ذلك الزمان، أنه لا يوجد فيهم من يأمر تلميذا له بقتل مثل المأمون؟ لا، هم يقررون في عقائدهم كما تعلم بأن الخروج على الأئمة لا يجوز لما يترتب وراء ذلك من الفساد. فإذا صح هذا الخبر عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله فيكون هذا رأي له. أحمد بن نصر الخزاعي. أحمد بن نصر الخزاعي.